يعطيك العافية. احنا في مستشفى دورة لعلاج مرضى كورونا نشكر شكرا جزيلا للرابطة الطبية الأمريكية الفلسطينية على تقديم هذه الأجهزة لمساعدة مرضانا. ان شاء الله يا رب يكون صدقة جارية لخدمة المرضى، وان شاء الله انه نستفيد من هذه الأجهزة في مساعدة مرضانا حتى يتماثلوا للشفاء وعودتهم الى منازلهم. شكرا جزيلا لكل من قدم المساعدة، شكرا جزيلا لكل من يعمل من اجل مصلحة مرضانا. نتمنى السلامة للجميع.